أهلاً، اليوم نبي نتكلم عن الأسباب اللي تخلي المرأة أثناء الدورة الشهرية تشتهي نوعية معينة من الأكل بصورة جنونية. كل شيء لازم تعرفونه أثناء الدورة الشهرية إن كل هرمونات المرأة بهذه الفترة تتخربط، فمثلاً يصعد هرمون البروجسترون على غير العادة، فبالتالي تشتهي أكلات هي يمكن ما تشتهيها بالأيام العادية. الثاني اللي يصير للمرأة أثناء الدورة الشهرية إنه ينخفض عندها هرمون السيروتونين. هذا الهرمون المسؤول عن السعادة، فإذا انخفض جسم المرأة يطلب منها أن ترفعه. شلون يطلب منها أن ترفعه؟ يخليها تشتهي السكريات، الحلويات، الكاكاويات والكربوهيدرات عشان يرفع السيروتونين لأنه نزل. مع خربطة هذه الهرمونات أثناء الدورة الشهرية يتخربط أيضا معاهم هرمون الإنسولين، فبالتالي الانسولين يصير عنده حساسية اكثر، مرة تشوفه صاعد فوق ومرة نازل تحت، حساس لأي شيء، حساس حتى للحالة المزاجية للمرأة. وبالتالي تشوف المرأة عادي بنفس اليوم وبنفس اللحظة بنفس الوقت مشتهية تاكل وايد، بعد 5 دقائق كنا مو مشتهية تاكل شيء، بعد ترد مشتهية تاكل وايد، بعد ترد. ليش؟ ان الانسولين صاعد نازل. الرابع اللي يصير للمرأة اثناء الدورة الشهرية انه ينزل عندها هرمون الاستروجين، ومع نزول هرمون الأستروجين وخربطة الهرمونات وخربطة الإنسولين راح يصير فيها 3 أمور. أول شيء تشتهي الأكلات الدسمة، ثاني شيء تشتهي الكاكاو، ثالث شيء تشتهي الكربوهيدرات على غير العادة وبكميات كبيرة. عرفتوا ليش؟ إن عرفنا خلف الكواليس ليش المرأة تشتهي تاكل أكثر أو تشتهي كاكاو أكثر أو تشتهي كربوهيدرات أكثر أثناء الدورة الشهرية. طيب شلون المفروض تاكل المرأة أثناء الدورة الشهرية؟ هذا موضوع ثاني يبينا نخصص له حلقة. تصبحون على خير.